يا أهلا وسهلا. في العشر الأواخر أحب أوي أدعم المستشفيات اللي بتعالج بالمجان، واللي يعني الناس بتشكر فيها جدا جدا، هي مستشفى أيادي المستقبل. أولا هي في اسكندرية تابعة لجمعية أيادي 40-40. اكتشفت إنها بتعالج بالمجان السرطانات في إيه؟ الأطفال، الرجال، السيدات، كل الحالات بالمجان. عندها 5 أجهزة إشعاع كبار. والله مصر دي فيها خير كبير قوي. عندها قسم مش موجود غير فيها هي، وهو نادر، هو العلاج التلطيفي لأقصى درجات الألم ودرجات السرطان. ربنا يشفي ويعافي الجميع يا رب. الحقيقة مكان يستحق الدعم. بتعالج كل أنواع السرطانات، مش متخصصة في نوع واحد. بتقبل أي حالة مهما كانت صعوبتها، بتاع كيماوي، إشعاع، علاج تلطيفي. لا طبعا تستحق الدعم. أنا هقول لكم رقم الخط الساخن عشان تقدروا تتصلوا يعني، والمندوب يوصل لكم. 16-8-2-4، وحط لكم الرقم تحت. والتبرعات في جميع البنوك باسم جمعية أيادي 40-40.